بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. القدرة والإرادة المتعلقتان. القدرة والإرادة بجميع الممكنات، لما قال بجميع الممكنات خرج الواجبات والمستحيلات، بعد الشيء واجب وجود إلا الذات العلية، لا في شيء مستحيل إلا وجود الشريك. هذول خرجوا من هذا الكلام المتعلقتان بجميع الأشياء الممكنات، أي التي يجوز في العقل وجودها وعدمها. العالم كله من عرشه إلى فرشه ممكن، ممكن إيجاده، ممكن عدم. فالقدرة والإرادة تتعلق بهذا العالم، علويه وسفليه. فالقدرة تظهر جميع ما خصصته الإرادة، سواء خصصته بعظم أو حقارة أو صغر أو كبر أو إنسانية أو جمادية، ولا تفاوت عندها بين الأشياء على اختلاف الأشياء، لأنه لا تفاوت في المعدومات، التفاوت في الموجودات، لكن شيء معدوم كيف يحصل فيه التفاوت؟ ما في تفاوت. هكذا العقل يقتضي، التفاوت موجودات، فالكل كان متصفا بالعدم الواحد، فصار متصفا بالوجود الواحد. قال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ومعنى الخلق الإيجاد، وليس بعض الأشياء أهون أو أصعب من بعض بالنسبة إليه تعالى. كل هين. فصيغة مبالغة في قدير ومريد ونحو ذلك مجاز عن المساواة. قدير ومريد صيغة مبالغة بالنسبة لنا نحن البشر، لكن بالنسبة لله تعالى هي المساواة، كونه ما في عنده شيء يعني متحكيت نحن. فصيغة مبالغة في قدير ومريد ونحو ذلك مجاز عن المساواة، ولكن لما كان الصفات جليلة عظيمة لا تشبه شيئا من الأشياء مما ندركهم، أشير إليها بصيغة قادر. وعالم تارة على طريق التضمن العظمة، الله خالق كل شيء، هي صيغة فاعل، ولو كان صيغة فاعل، لكن على طريق تضمن العظمة. تضمن وينه؟ مكتوم، مو ظاهر. نعم، مو ظاهر. من يدركه؟ المنتبه والعالم. نعم، أما غير العالم ما بيدرك. نعم، أو طالب العلم. نعم. فصيغة مبالغة في قدير ومريد ونحو ذلك
مجاز عن المساواة، ولكن لما كان الصفات جليلة عظيمة لا تشبه شيئا من الأشياء مما ندركه أشير إليها بصيغة القادر، وعالم ترى على طريق التضمن العظمة والجلال، ثم صرح بذلك بصيغة قدير وعليم ونحوه، وقوله تعالى وهو أهون عليهم خرج مخرج الإسلام الإلزام لمنكرين إعادة الأموات بعد قيامه حين استبعدوا ذلك. غير المؤمن اللطيف يلي ما بيآمن بكلام ربنا جل جلاله ينكر إعادة الأموات إلى الحياة مرة ثانية. قال خرج مخرج الإلزام لمنكرين إعادة الأموات بعد إلزامه حين استبعدوا ذلك. فصفات ربنا جل جلاله ليس في صفاتنا، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما في إنما إنما يقول له كن فيكون في فإنما له كن فيكون. قبل أن تصل الكاف إلى النون يكون الذي أرادنا، ورب جل جلاله لا حاجة إلى كلمتكم، لكنما كانت عقولنا قصيرة ضيقة ولا تفهم إلا بالمحسوس، فضرب لنا مثلا لكلمتكم ولا توقف على كلمتكم لكان عاجزا، والعجز مستحيل على الله عز وجل. صفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فإذا انتفى مثل المثل فمن باب أولى أن ينتفي المثل. قال العلماء ما أثنى عبد على ربه بمثل ثنائه على نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الفاتحة.